صرت أسمع كتير إنه في ازدياد بالنسبة تعاطي المخدرات بكميات كبيرة اللي فيها بتؤدي لوفاة كمان. أنا كنت شاب، يمكن كانت المعدرات اللي هي اللي بسموها الحشيشي، نحكيها عامة يعني، اليوم كثرة المخدرات اللي هي تسمع كثرة من المخدرات، حبوب، أنا عارف أبيض، أبصر شو، اليوم تسمع كتير كتير أشياء. البلد خربانة، المخدرات ماكلة حالها، بدها تنظيف من أول لآخر، والحق على الإبايات بالأول، وتاني شيء الحق على الحكومة اللي بتسمح بشغلات من الشكل تكون. البوليس لازم يراقب هذا الشغل عن كثب، يعني مش هيك فوضى، يعني لازم كل بشوف مجمع على شكل لازم البوليس يفحصه. المدرسة لها حق، المدرسة كمان بتوجيه للأولاد والأهل والكذب الناس إذا مش كذبوا له، يعني إذا فيش حد يراقبه وحد يوجهه بده ينحرف. يمكن البيئة اليوم اللي عايشين فيها الشبيبة، بعرفش كلة، يعني محلات نوادي، أهالي بتسألش عن أولادها، هاي المسبب الرئيسي لزيادة كثرة الشبيبة بتعاطي المخدرات. الإشي بتفرع لعدة أسباب، واحدة منها عدم ما يكن عمل ممكن يشتغل فيها ويلتهي بهاي الأمور، واحد تنين تكون الصحبة العاطلة أو الرفقة العاطلة تاعت الشاب برضو بتلجئوا لهي الشغلات. كمان على الولد نفسه بقع حق كبير، صحاب ممكن من جيل صغير ببلشوا يدخنوا ببلشوا يشربوا، هذا الاشي كمان غلط. تركت البلاد قبل 50 سنة، رجعت عليها خربانة. في ناس بتفوت عن يعني كتجربة، يعني خليني أخذها وبفوتوا في هذا الاشي. بيطلع الشبيب هاي بتطلع من البيت بيسألش عنه لا أبوه ولا أمه، بظل طول الليل داير شو بيساوي هذا. Thank you.